السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب يوم الاربع، يوم الاربع كالعاده اكلات اولادنا واطفالنا، ولازم نهتم شويه بموضوع الاكلات ونحاول نخلي لهم كده يوم سبيشال كده لوحده في كل اسبوع لعدة اسباب. رقم واحد، عشان طبعا ايام المدرسه او ايام الاسبوع ما ننزلش كتير، ده رقم واحد. رقم اتنين، نحاول نوفر شويه في الاكلات الشارع. انا جاي النهارده باختراع سريع صحي ومفيد، وده اهم شيء، اربع اطباق او ثلاث اطباق وكوبايه حلوين جدا. طيب رقم واحد، جايب عندي طبق هوت دوج معمول بالخضروات مع المكرونه والريحان، هنشوف بيتعمل ازاي. رقم اتنين، عندي كمان بطاطس مهروسه بالعربي اهو، مفيش اي حاجه، سيبكم من المكتوب على المنيو كوركيت ومش عارف ايه، بطاطس مهروسه وحشيها جبنه، اي نوع جبنه، وده عديها عندي على البيض واللبن والفيجيتار، ونحمرها بطريقه سريعه جدا وسهله. رقم ثلاثه، عندي كمان سلطه فيها بقوليات وفيها كمان خضروات وفيها عندي كمان كل حاجه انا عايزها كمفيده وصحيه. رقم اربعه، عندي كمان عصير صحي جدا ومفهوش اي صعوبه، جايب عندي افوكاتو، وجايب عندي كمان كيوي وبرتقال ولبن وجزر. الموضوع سهل جدا وبسيط. تعال نطلع فاصل، بعد الفاصل نواصل. اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم معاكم النهارده على اكلات الاطفال، واولادنا لازم 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 نهتم بيهم كويس جدا، مش بس اكيد في الاكل، في كل حاجه، لان الموضوع يعني ده هو الاكل اللي بيقرب الاب والام لاولادنا، يبقى ده المهم. اي شيء على فكره، هو اكيد مش الموضوع ان انا عشان تاكل كويس فهعاملك كويس، او انت هتعمل لي اللي انا عايزه، او التركيبه دي، بس ممكن، معرفش الكلام صح ولا غلط، تصاحبي بنتك وتصاحب ابنك في المطبخ. انا بقول على عشان اكل، بمعنى ايه؟ ممكن وانت داخل تعملي حته فراخ بانيه وحبه مكرونه، تخش هي تقطع معاك الطماطم، تطلع المكرونه من الكيس، مره تانية تقطع مش عارف ايه، واحده واحده. هو ده المطلوب، ان احنا ندخلهم المطبخ، المطبخ، ونجرأهم شويه على الاكلات. ومره في مره زي ما انتم بتشوفوا عندنا اطفالنا وحبايبنا بيجوا المسابقه هنا ما شاء الله من سن 9 سنين، وعشان كده 9 سنين دول بيخشوا المطبخ هنا وبيكسبوا، وبيبقوا قدام بعضيهم ومنافسين وفاهمين جايين يعملوا ايه. ابهاتهم وامهاتهم معلمينهم على نعم على قد ما قدروا، ولكن حب المطبخ هي فكره جميله جدا وبسيطه. وعشان كده انا كمان بعمل لهم حاجه جديده ان شاء الله قريب هتطلع لحضراتكم، حاجه يعني هتعجبهم جدا. مش بس كده، وهعيد تاني على اللي احنا قلناه امبارح في ختام الحلقه، على شهر مارس. شهر مارس كالعاده، كل امهاتنا طبعا قبل اي كلام كل سنه طيبين. شهر مارس كالعاده، عارفين كل شهر، كل سنة يوم في الشهر اللي هو 21 مارس هو عيد الأم، وكالعادة بنجيب كل 21 مارس أو كل عيد أم بنجيب اتنين أمهات مثاليين. الشهر ده أو السنة دي أنا بصراحة ربنا قررت قرار كده جديد، أنا وكل زملائي في لقمه هنيه وفي تلفزيون النهار، إن احنا نعمل 30 يوم أو شهر مارس كله عيد أم. يعني إيه؟ يعني هنخلي الشهر كله عيد أم، مش بس هتكون أم واحدة مثالية أو أم أو اتنين أمهات، لا، هنخليها كل إن شاء الله الشهر كله، ونحاول نكبر الجوائز ونحاول نظبط الأمور عشان أمهاتنا هم الخير والبركة. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح برضو في ختام الحلقة، أي حد من الشباب أو أي حد من البنات مزعل أمه، يعني لو اختلاف في الآراء، اختلاف في الظروف، أي كان الموضوع، أنا ما بعرفش تفاصيل معينة، ارجع لمامتك وخليها تبقى راضية عنك، عشان ربنا مش هيرضى عنك طول ما أمك أو أمك مش راضين عنك. دي حاجة طبيعية كنا عارفينها، وأكيد ناس كتير جدا فاهمة الكلام ده كويس، بس أنا بقول لاختلاف الآراء، في ممكن حد يكون مختلف مع مامته أو حد ما بيروحش لمامته، دي حاجة موجودة، وناس كتير جدا بنسمع عنها في الحياة الاجتماعية عامة، إن مودي مامته دار المسنين مش مستحملها عنده في البيت عشان خاطر مراته وعشان خاطر عياله. ده على ما أعتقد ده مش هشوف خير، لأن ربنا سبحانه وتعالى مش هيرضى كده، يعني أنتوا عارفين قصدي إيه. فلازم ناخد بالنا شوية من أمهاتنا، هم الخير والبركة، هم اللي شالونا 9 شهور في بطنهم، وهم اللي ربونا وهم اللي كبرونا، فالأمهات دول ليهم فضل علينا بعد ربنا في الدنيا فقط لا غير. الأباط أكيد طبعا ليهم فضل، والأباط طبعا إحنا من غيرهم يعني ملناش وجود، ولكن الأم هي أساس البيت، هي عمود البيت، هي مدرسة البيت، كل حاجة في الأم. تمام الكلام؟ طيب يبقى زي ما قلت لكم قبل ما نخش في الطبخ، ان شاء الله 21 مارس هيكون عندنا طول شهر مارس، وهنقدم حاجات حلوه. مش عايز اتكلم فكره الجوائز او فكره المفاجآت والجائزه الكبرى، ده هيحصل اكيد ان شاء الله من خير حضراتكم. على فكره احنا يعني ما بنعملش حاجه زياده، كل ده كله هيكون من خير حضراتكم، لانك انتوا طبعا يعني هقول لكم بالعربي كده، احنا شغالين عندكم.
فلو حد فاهم حاجه غير كده يبقى بيتكلم غلط. فان شاء الله شهر مارس كل جمعه وكل يوم ان شاء الله باذن الله نحاول نعمل حاجات حلوه لامهاتنا، نحاول نبسطهم ونشوف الام المثاليه بمعنى كلمه مثاليه، ونحاول نكرمها بكل الاحوال مش بس يوم 21 مارس. تمام، هنخش مع بعض بقى في الاكل. هعيد المنيو على السريع، والمنيو النهارده سهل جدا واي حد ممكن يخش المطبخ يعمله. انا بهتم دايما يوم الاربعاء او عامه في الاكل الطبخه، كل يوم هنطبخ، وده طبيعي اللي هتطبخ انا او كل الزملاء اللي في البرامج او كل الامهات او اي حد. ولكن الصح وانت بتطبخ نركز في الفوائد الصحيه، الاكل ده يعني فايده صحيه عاليه جدا، لازم اركز. مش كل حاجه البروتين اللي هو اللحوم عامه، ومش كل حاجه هي نشويات او السكريات، لا انا خليني اركز شويه على الخضروات، على الفواكه بكل انواعها، الخضروات بكل انواعها، وبننزل كمان على الشاشه فايده كل حاجه بنشتغل بيها، عشان حتى اللي مش مصدقني يعني يصدق الفوائد دي، وهي دي المفيده لينا كلنا. فالطبيعي من واحنا صغيرين لحد ما نكبر لازما وحتما ولابد ناكل الخضروات والفواكه احسن من الفراخ واللحمه والسمك، ده كلام علمي مش كلامي انا. فانا النهارده مهتم شويه بالخضروات، حتى لو تاخدوا بالكم من الكاونتر كله بعد اذنك يا شفيق هتلاقي مفيش فيه لحوم غير بس 3 صوابع من الهوت دوغ بس، وممكن اشيلهم على فكره مش عايزهم، يعني ممكن اطبخ من غيرهم. هتلاقي كل اللي موجود كله بقى عندك، مكرونه وعندك خس وعندك طماطم وعندك فلفل وعندك بصل وعندك مشروم وعندك افوكادو وعندك كيوي وعندك برتقال وعندك جزر ولبن، هو ده. وكمان ريحان، اعمل لكم صوص ريحان النهارده مخصوص لحضراتكم، يعني الموضوع ما فيهوش صعوبه. طيب هعمل الهوت دوغ على السريع بصوص البكيني، صوص زي صوص كاتشب كده شويه، وكمان هروقه وادلعه. طاسه فاضيه ده رقم واحد، هبدا هخليها تسخن براحتها، واجيب عندي صوابع الهوت دوغ دي واعملها تمشي معايا ساندوتش لو حبينا، او لو عايزينها مكرونه ماشي الكلام، لو عايزينها تكون ستيكس مثلا مفيش مشكله عندي. بقطعها طبعا الطريقه دي على السريع اهو بالشكل دوت، وهشوحها مع الخضروات، تقطيع طبعا اي تقطيعه بنحبها براحتنا. طبعا الهوت دوغ ده والحاجات دي شويه بنحافظ واحنا بنشتريها بناخد بالنا كويس جدا من انواعها، مش كل حاجه انا ما اعرفهاش او ما سمعتش عنها او ما اكلتهاش قبل كده اتجرأ واشتريها، لازم اكون عارف كل حاجه وفاهم انا بشتري ايه، عشان خاطر المصداقيه من الشركه اللي بتبيع الحاجات دي تكون احنا واثقين فيها. اكلاتنا لازم نهتم بيها شويه، والحاجه الوحيده اللي احنا ما نقدرش نعملها في البيت مهما حاولنا نعملها هو الهوت دوغ، البسطرمة، اللانشون، البلو بيف، الحاجات دي طبعا في شركات كتير جدا بتعملها بحرص وبنظافة، ولكن لازم نبقى واخدين بالنا شوية من النقطة دي، مش كل حاجة نقدر ناكلها في أي وقت وأي مكان. طيب معلقة زيت بسيطة في الطاسة دي، حلو الكلام. هنزل أول حاجة عندي ببصلاية حلوة كده بالشكل دوت، طبعا البصل أكيد كلنا عارفين البصل يعني مفيد جدا، وبعد إذنكم يا شباب يا أمنية يا رضوى نزلوا لنا الفوائد اللي اتفقنا عليها قبل الهوا وثبتوها عشان نعرف كل حاجه. تمام، بقلب البصل كويس قوي، وهدي عندي كمان ممكن فص ثوم، نجيب معلقه. طبعا فص ثوم لتطعيم، انا هعمل الصوص مش حكايه، ولكن انا عايز اعمل حاجه على مزاجي. ادي فص ثوم صغير بالشكل دوت اهو يا استاذ شفيق، بص كده، ويتشوحوا مع بعضيهم. أو بحس إن خلاص البصلاية بدأت تدبل، مش مطلوب مني إن أطبخ الخضار طبخ، لا هنزل بعديها على طول بصوابع الهوت دوغ بالشكل دوت، وهسويها شوية طبعا عشان تبقى متطعمة بالبصل والثوم، وده أهم شيء. الطبيعي الداء اللي فيا اللي مش هقدر أنساه فلفل أسمر في بداية أي تشويح لحوم، عشان الزفارة، عشان الريحة الحلوة، عشان الطعم الجميل، نحسبها زي ما نحسبها، ولكن لازما حبه فلفل اسمر صغيرين قوي. طيب هخليهم هنا عندي مش هيكملوا دقيقتين، هكون محضر عندي فلفل الوان بكل الوانه، محضر عندي كمان مشروم، كلنا بنحب المشروم، ولو حبيت احط اي نوع من انواع الخضروات تانية انا ما عنديش مانع، بس انا مش عايز احط كل الخضروات في السخن واسيب خضروات قليله في السلطه بالذات. السلطه هعمل حضراتكم النهارده بالخس وكمان الفاصوليا الخضراء مسلوقه نص سلقه صغيره جدا، ولو كمان عندي جزر يبقى مفيد، عندي كمان بنجر مفيد، عندي فجل اخضر مفيد، بصل احمر ايطالي هو اسمه كده لكن هو مش من ايطاليا يعني من عندنا، طماطم شيري، وعندي كمان خس الوان، وعندي كمان جرجير، يعني كل حاجه موجوده من خير ربنا في بيوتنا كلها موجوده، يعني لو تاخدوا بالكم احنا بننزل السوبر ماركت او السوق البلدي بتاعنا كل حاجه موجوده، ولكن انا مع الامهات ومع كل الناس اللي بتنزل بتشوف الحاجه قدامها حلوه بس مش عارف استخدمها في ايه. شغلانتنا كده يعني، دي شغلانه من شغلاناتي انا، اني انا انزل
واشوف اللي حضرتكم بتشوفوه وانا اشتغل عليه، يعني انا اركز الحاجات دي تطلع منها ايه واجي اقول لحضراتكم دي شغلتي، يعني انا شغال عندكم في دي بالذات. غير كده اي افتكاسه من دماغي ممكن تكون مقبوله او مش مقبوله، بس لازم يكون التارجت والاساسيات ان انا اطور من الاكلات بالشكل المعقول اللي يخش كل بيت بالعقل، يعني ما يبقاش الموضوع زياده عن اللزوم ولا يكون مكلف قوي، لان احنا بناكل كل يوم 3 وجبات ما شاء الله، الفطار والغداء والعشاء، فده لازم يكون فيه وعي شويه ان انا اعمل حاجه تكون ملائمه لكل اطراف العيله. بشوح كويس جدا، خلاص كده انا تمام. هبدا انزل عندي فلفل الالوان. يا استاذه اميره، ازيك يا شيخ علاء؟ صباح الورد والياسمين، ازيك؟ صباح الفل. اهلا وسهلا بيكي يا اميره. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. امورين امر الامر لله. انا كنت عايزه بس تتبيله كويسه للكبده البانيه، لما بحب الكبده البانيه يعني. حاضر، ماشي الكلام. وايه تاني دلوقتي يا استاذ؟ معلش يا شيخ علاء، بعد اذنك. مستمعك انا اسف. بقول لحضرتك يا ريت تقولها لي دلوقتي. يلا حالا، ورقه وقلم وخليكي معايا على طول. ماشي الكلام. حاجه ثانيه؟ شكرا، تحت امرك يا اميره. طيب بصي بقى يا اميره، هاتي اي كان كميه الكبده اللي عندي، قطعها كويس قوي خفيفه ما تكونش ناشفه، يعني كميه تكون يعني ما تكونش سميكه قوي. هتجيبي حضرتك بصلايه مبشوره، خدي منها الميه، حلو الكلام. حط ميه البصل مع معلقه كمون مع حبه توم بودر وبصل بودر، حبه شطه، حبه كزبره ناشفين، وحطي كمان ليمونه في النص، ليمونه معصوره، وقلبيهم كويس جدا. بعد ما تقلبيهم حطي معاهم كمان فص توم. قلبت كويس قوي، عندك بقى الايه الرده، حلو الكلام. وحطي في الرده كويس قوي وسيبها في الثلاجه 10 دقايق، هتشد وحمري. طيب مش عايزه رده، عايزه بانيه. البانيه هعمله قدامك دلوقتي، عندي الدقيق نفس التتبيله، الدقيق وعندي البيض مع اللبن مع فلفل اسمر عشان الزفاره، وعندي الفيجيتار او البقسماط اللي احنا بنحبه، ده كله ما فيهوش اي صعوبه. هنا بتحمريه على طول في زيت سخن وخلاص كده بالهنا والشفا. طيب هرجع بقى، خلاص دي خلاص خلصت. هبدا هعملها ايه دلوقتي؟ احط لها عندي الصوص بتاعي. الصوص دوت عامل زي الكاتشب، ولكن التشيلي صوص بيتباع في السوبر ماركت موجود جاهز. وبقلب كويس جدا، هيبدا الريحه تطلع مع الثوم ومع البصل اللي حطيناه ومع المشروم مع كل حاجه انا عايزها. اي شيء عايز اضيفه تاني انا ما عنديش مانع، بس وانا شغال اول ما يبقى يستوي شويه هبدا اعمل لكم صوص الريحان. صوص الريحان دايما ناس كتير جدا بتتكلم عنه، ولكن انا هعمل لكم صوص الريحان بالطريقه بتاعتنا احنا المصريين، مش هعملها الاستاندر، لان الاستاندر غاليه شويه. يعني ايه غاليه؟ يعني الريحان ونجيب سنوبر، طبعا كيلو سنوبر ب 500 جنيه، اجيب مش لوجيك عشان اعمل حبه صوص ريحان، اجيب ربع كيلو من السنوبر حوالي رقم يعني مش عايز كده، وكمان بتعامل معاه جبنه برمجان او برمزان، جبنه ايطاليه. فانا هعكس الامور، هجيب لوز بدل السنوبر، واجيب جبنه رومي بدل الجبنه الايطاليه. هجيب عندي الريحان الفريش، طبعا ورق زي ما حضراتكم شايفين كده، ومغسول غسله نظيفه، واجيب عندي راس توم بالشكل دوت، اوسع لك حاضر كده اهو، ماشي الكلام. واجيب عندي نقول مثلا، هو انا مش عارف بقى بخمسة جنيه جبنه رومي النهارده بقت قد ايه، انا مش عارف، بس نقول يعني دول بكام يا شفيق دلوقتي؟ هتلاقيهم ب 10 جنيه دول، صح؟ اه. اجيب مثلا نقول تمنايه جبنه رومي بالشكل دوت، وكمان اللوز بالشكل دوت، طبعا زيت زيتون، ما اقدرش ان انا استغنى عن زيت الزيتون بصراحه، لان هو التست في زيت الزيتون والطعم احلى فيه. هجيب الكلام ده كله كده، وهاجي هحط عندي في الكب على طول بالشكل دوت، ونقفل. انا يا اخي الجونتات دي انا بحبها كل حاجه، بس ساعات بتعفرتني في ال ماشي تمام. هبدا اعمل كده بالدرج زي ما حضراتكم شايفين اهو، من غير حاجه خالص، ما حطيناش فيه اي حاجه، بس في ريحه ريحان عاليه قوي طالعه. هفصل ثانيه واجيب عندي زيت الزيتون واحده واحده مع حضراتكم عشان نشوف الصوص ده عامل ازاي. هشتغل تاني وانزل واحده واحده كده اهو، ولا اتخن ولا اخف اهو. بص بنزل سرسوب يا شفيق، شايفه؟ افصل ثانية واشوف ايه الاخبار عشان انا مش شايف حاجة تحت. اه تمام، بس ممكن افك والم كل حاجة من الجناب. ثانية واحدة هعمل كده عشان الجناب لسه ما اتضربتش.
اهو ريحه الريحان وهو فريش من ويلكم دي مذاق عالي جدا، وهو ده المطلوب ان احنا نعمل الحاجه بريحه حلوه عشان يبقى الموضوع بطعم. تاني بس كده، كمان ضربة أخيرة، متشكرين. هنطلع على طول من الكبة ونشيل طبعا السكينة عشان ما يتعورش لا قدر الله، ماشي الكلام، ونجيب زيت زيتون ونكمل بقية الكمية في البولة قدام حضراتكم. ادي البولة فاضية، مطرح الجبنة مش مشكلة هشتغل بيها، واطلع عندي كمية الريحان المفرومة بالشكل الحلو دوت. طبعا الجبنة ديها طعم عالي جدا جوه الصوص اهو، طبعا ده بيقعد معايا ممكن يقعد معايا شهر بالشكل دوت، بس هزود له طبعا او هغطيه بزيت الزيتون عشان خاطر يبقى محافظ على ريحته. طبعا ما بيستويش يعني ما بخلوش في نار عشان يستوي، عشان لو دخلنا في نار هيغمق الطبيعي، فانا بحافظ طبعا على الكلام ده كله، باخد المعلقه في اواخر حاجه. بص كده متشكرين، طبعا التوم وكل اللعبه كله جواه. هنا هرجع تاني خلاص اخر غلوه عشان اقفله، خش معاكم على طول في الطبق التاني. الطبق التاني هي بطاطس الكركيت المحشيه بالجبنه. بطاطس الكركيت يعني بطاطس مهروسه. ده خلاص كده اجيب عندي معلقه ريحان اهي، تقليبه حلوه. ده طبعا خلاص كده خلص. عندي مكرونه، اي مكرونه بنحبها بالشكل دوت مسلوقه، مكرونه فوتوتشيني، مكرونه قلم، مكرونه بني، ايا كان. فكها بس الاول عشان طبعا مسلوقه من بدري، فهتاخد لها غلوه كمان مع تسويه الصوص. ومتشكرين على كده، تقلب كويس كده اهو، ونسيبها شويه لما تدفى شويه. بص المكرونه بقت تحت والهوت دوج فوق. طيب تعال نشوف اخبار البطاطس المهروسه ونتبلها عشان نقدر نشتغل بيها واحده واحده. بطاطس مهروسه بجيب عندي اربع بطاطسيات مثلا او خمس بطاطسيات محترمين، واقشرهم كويس جدا واغسلهم غسله نظيفه، واجيب عندي حله فيها ميه زي ميه سلق المكرونه، واسلق كويس جدا فيها البطاطس بتاعتي بحبه ملح ومفيش زيت في الميه، واسيبها تتسلق كويس قوي. بعد كده ببدا اطلعها تبرد كويس وابدا اهرسها بالشكل دوت. تعالوا نتبلها. حاضر اطلع فاصل بس ثانيه واحده، هتبلها على السريع. تبلتي هاخد السكيبر ده مطرح الريحان اهو كده اهو بالشكل دوت. تبلتي ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص، غير ان انا بجيب عندي، تعالى على الشفيق كده، حبه جبنه على الوش كده، وحبه كمان بقدونس على الوش كده. حلو الكلام. فص ثوم ناعم جدا، وعندي الجبنه الموتزاريلا ستيكس او جبنه الرومي ايا كان الموضوع، ده اللي يحشي دي خلاص على الغرف على طول. بس كده اهو سب على جنب، ماشي. هرجع تاني، حبه فلفل بساط جدا، مش هحط ملح عشان خاطر احنا متفقين واحنا عندنا الجبنه. حبه بابريكا صغيرين جدا، حبه كمون على اقل حاجه. وابدا بعد كده احط عندي ايه تاني ممكن. خلاص حطينا ده، حطينا ده، تمام كده زي الفل. انا مش هحط اكتر من كده، وممكن كمان ممكن كمان احط معلقه زبده او معلقه كريمه لباني. هي ايه الموضوع؟ لا هتدي طعم كويس جدا، ممكن مش شرط، بس انا هعملها بسيطه عشان خاطر نبقى واضحين مع حضراتكم. ثانيه واحده يا شفيق اطلعك فاصل، بس اعمل واحده بس من اللي في ايدي واللي انت عايزه اعمله لك. بقلب كويس جدا اهو كده اهو. المعلقه اللي بقلب بيها دي مريحه جدا في التقليب، هي توفر لي شويه عن الايد، لان ساعات في حاجات نقلبها بالايد طبعا، في حاجات لما نقلبها بمعلقه خشب او سلستين بيبقى شكلها تقيله قوي في البوله وتكسرها. المعلقه دي سيليكون، فما تقلقوش منها واشتغلوا بيها عادي. يعني ممكن وانت بتشتري ادوات المنزليه بتاعتك لقيتها قدامك سيبيها هتنفعك، طلعي حاجه من كبه، تعملي حاجه زي اللي انا بعملها دي، سهل جدا. طيب هحضر عندي حبه الدقيق في طبق مسلطح بالعربي كده، وعندي حبه فيجيتار في طبق مسلطح برده بالشكل دوت، وعندي البيض مع اللبن مع حبه فلفل اسمر على الزفاره مضروبين كويس قوي، هنطلعهم في بوله اكبر كده. حلو الكلام، واضح يا استاذ شفيق كده معاك. وادي عندك الجبنه الستيكس اللي هي الموتزاريلا او الشيدر ايا كان الموضوع. هنجيب اول حاجه بالشكل دوت، بسم الله. ادي
حته يا شفيق سيفه صباع زي صباع كفته عادي جدا بالشكل ده. معانا يا استاذنا اهو هاجي كده. نعم مش سامعك. تمام كده اهو. واجيب عندي حته الجبنه في النص وابدا اعمل كده والف تاني كده اهو وابرمها كده بالشكل دوت. بس انا لما اعمل كده مش هشتغل بيها على طول، لازما هخليها عندي في التلاجة شوية. معانا يا استاذنا اهو بالشكل ده مفيهاش اي صعوبة خالص اهو. دي كده محشية جبنة، وممكن مش شرط جبنة موتزاريلا او شيدر، اي نوع جبنة. هعديها عندي على الدقيق شكل بانيل عادي جدا اهو، وافضيها كويس قوي من الدقيق، واعديها على البيض مع اللبن مع الفلفل الاسمر عشان الزفارة، واصفي كويس قوي بالشكل دوت، وعدي عندي على الفيجيتار عشان خاطر اخد كمية البقسماط اللي انا عايزها اهو. نعمل واحد تاني ولا انت ايه؟ عايز تطلع فاصل. طيب ماشي كده اهو، ده الشكل النهائي بتاعها. احمر على كده؟ لا مش احمر، هخليها عندي التلاجة تشمع شوية لحاجتين. رقم واحد طبعا درجة الحرارة بتاعت التلاجة هتفيدني كتير جدا مع ربط البيض مع الفيجيتار ومع الدقيق، ده رقم واحد. رقم اتنين والاهم من ده كله، ان الطبيعي واحنا بنقلب اي شيء لحمه مفرومه بطاطس مهروسه بايدينا بالمعلقه بتدف شويه الامور، فهي بتبقى ساقعه، فالتقليب كتير بيدفيها درجه الحراره بتقل شويه. فلما اعمل كده واجي احمر على طول، الطبيعي واللوجيك ان البقسماط هيفك، او ممكن تلاقي هي فكت من الجبنه اللي فيها، فندخلها في التلاجه شويه تشد نفسها، وبعد كده نحمرها براحتنا في زيت سخن. انا هسخن الزيت بالمره قبل ما نطلع الفاصل عشان خاطر نبقى في الامان. تعال نطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بكم مره تانية مع لقمة هنية. طيب قبل الفاصل كنا احنا عاملين طبقين، اسرع اطباق في العالم اي حد في الدنيا ممكن يخش يعملهم. المقصود من الحلقه النهارده زي ما اتفقنا من البدايه، اكل سريع، اكل مفيد، اكل اي حد في الدنيا يخش يعمله، ولكن هو الموضوع نركب دي على دي، هتلاقي دي مش قصه ولا حكايه. دخلنا البطاطس جوه الثلاجه شويه تتشمع، والمكرونه طبعا زي ما حضراتكم شايفين خلصانه. عندي كمان طبقين سهلين جدا. عندي الطبق الاول اللي هو طبق السلطه، مهتم جدا بكل الخضروات وكل الفوائد الصحيه. الطبق الثاني او الكوبايه الثانيه هي كوبايه العصير، برده ما فيهاش اي حاجه صعبه. تعالى نعمل الصوص مع بعض، وكده نحط كل الخضروات اللي احنا عايزينها في السلطه. الصوص ما رضيتش بصراحه ان انا اهتم النهارده اجيب مستردة ولا مايونيز ولا التركيبه دي، قلت لا خليها ماشيه كده فريشات. هعمل الصوص ريحان، معلقه ريحان حلوه كده بالثوم بتاعها بالجبنه، حلو الكلام، وكمان حبه ليمون، ماشي الكلام، وكمان عندي حبه زيت زيتون مش كتير، وبسيط من الملح، واضربهم كويس جدا. ريحان فريش، واقلب. هبدا اجيب عندي بقى زي ما اتفقنا الخضروات بتاعتنا، فاصوليا مسلوقه طبعا نص سلقه بالشكل دوت، وعندي طبعا الطماطم الشيري مقطوعه على نصين، وعندي كمان بصل اخضر، بصل اخضر او بصل احمر عشان انا شايف قدامي بصل اخضر بيني وبينكم، كنت احط لا ونحط ده كمان مش هيخسرني. يلا كده كده ده حاجه صحيه، مش اقول لا. وعندي الفجل، وكمان عندي الجرجير بس انا مقطعه طبعا زي ما انتم شايفين، وكمان الخس الالوان بالشكل دوت، او خس كابوتش طبعا موجود عندي كمان اهو كده. وممكن نحط اي حاجه تانية احنا عايزينها، اي خضروات عايزينها نحطها، مش هتقول لا. هنشيل بس البوريت دي عشان ما تقعش تتكسر، يبقى الموضوع فيه قلق. ونقلب على طول السلطه بتاعتنا، حلوه قوي السلطه بتاعتنا دي، زي حلتنا وميتنا كده يعني. هقلبهم كده على طول، معلش حصل خير، هقلبهم. الريحان طبعا مع زيت الزيتون مع الليمون مع الملح، اكيد في ريحه وطعم مطلوب. ممكن نحط جزر لو حبينا، ممكن نحط اي خضروات بنحبها في ايدينا، مفيش اي مشكله. انا ما رضيتش ازود كتير في الريحان عشان ما اخليهاش كلها توم، او ريحتها مختلفه شويه عن المطلوب. طبق سلطه سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه. كده قلبناه تمام، نغرف على طول بس
الحمد لله. نشيل بس الدور ده كده عشان خاطر ما بقاش زياده عن اللزوم. هو طبعا وقع القطعه ممكن نحط تاني في البوله، ولكن عشان في حاجات على الكاونتر فمش عايز اعكس. نجيب طبق فاضي ونطلع على طول طبق السلطه. خلينا نجيب طبق اغوط شويه عشان ياخد الكميه كلها. تمام، هنطلع السلطه طبق بالشكل دوت كده. واحنا بننزل السلطه بننزلها بطريقه سهله على شكل هرم عشان ما تطلعش بره الطبق. هو الطبق يعني دي كميه مطلوبه للطبق، مش عايز ازود اكتر من كده عشان خاطر بس تاخدوا بالكم من الموضوع ويبقى كل التفاصيل باينه. انا ممكن احط كل الكميه بس انا مش عايز يعني ازود شكل الطبق اكتر من كده. كده ده كويس، واطلع على طول نفس الموضوع. تمام، ودول اكيد طبعا هغرفهم مش هسيبهم اكيد. نجيب كمان على الوش كده فلفل الوان بالشكل دوت، اصفر واخضر عشان اولادنا، ولو في احمر ما عندناش مانع خالص عشان برضو هتفرق كتير قوي الالوان دي. تمام، طيب تعالى بقى كمان نشوف ايه اخبار اللي في الثلاجه. احنا اتفقنا نسيبها شويه في الثلاجه ونسخن الزيت. خلينا نبص كده. تمام، ونجيب اللي في التلاجة ونحمر براحتنا خالص. وكالعادة عارفين أي حاجة بنقليها حاجة من حاجتين لازما حتما ولابد، نطلع على مناديل عشان نمتص شوية الزيوت، ولو موجود الحاجة التانية اللي برضو بتكلم عليها حاجة خضرة تبقى تحت الطبق التقديم في المقالي بالذات. نجيب كده ادي البطاطس الكوركيت، نبدا نفضي كويس قوي بالشكل دوت. نبدا نحمر. بعمل كده ليه؟ عشان خاطر ما اخليش عندي البقسماط يعني العربي كده يوسخ للزيت، ان هيتحرق، هينزل هيتحرق كده. ومش هقلب كتير غير ما تتحمرش كده شويه يبقى لونها محمر، هو ده المطلوب. اه سيبها كده، مش تاخد كتير، كل حاجه مستويه وتمام التمام، ولكن خلينا نشتغل واحده واحده. ماشي الكلام؟ تمام، خلاص نسيب ده كده اهوت عشان خاطر نحطهم رصه ثانيه. يعني زي ما اتفقنا من البدايه الموضوع ما فيهوش حاجات زياده على اللزوم غير بس ان احنا نعمل حاجه بطعم ونفس كويس. غير كده على ما اعتقد هيبقى زياده على اللزوم. خلينا دول كده ما نلمهمش مره، نحطهم هنا كده. دايما لما بنغير في الاطباق بسهوله اي حد في الدنيا ممكن يخش يعمل الاكل ده في المطبخ. لان زي ما اتفقنا في البدايه واعيد وازيد في القصه دي، اكل الاطفال مهم جدا والفائده الصحيه مهمه جدا. وعلى فكره الاكل مش بس للاطفال، احنا كمان يا كبار لو ده ايه طبق بسطه زي ده كده سريع، طبق سلطه زي كده، بطاطس زي كده محمره بشكل يكون مختلف، محشيه بالجبنه، عصير، اكيد مش هيقول لا وهناكل وهنبقى مبسوطين وزي الفل. اكيد موجود الطبيخ واكيد موجود الطواجن والصواني، كل حاجه ليها وقتها. زي بكره مثلا الخميس كالعاده عارفين بنعمل العزومه، هتلاقي موضوع مختلف بس برضه بهتم بالخضروات، ده اهم شيء. فخلينا نظبط الامور. مش سامعك؟ طب ثانيه واحده، طب اطلع فاصل ايه؟ اصبر عليا، هطلع بس البطاطس يا سيدي. انت مالك؟ ليه هطلعها بعد الفاصل؟ ليه انا لسه كملت يا ابني حاجه؟ لا مش هتكون طلعت، خلينا نشوفها دلوقتي. طيب انا هعمل الطبق كوبايه العصير دي في الفصل الجاي، اما دلوقتي خليني اطلع طبق عشان بس يعني ايه ما تزعلش الناس مننا. خلينا لوجيك والنبي. اه الله يكرمك، يعني هطلع فاصل وهنروح وهنيجي اكون بس واحده واحده يا شفيق. مش سامعك؟ خلاص الطبق ده هيطلع على طول دلوقتي ويطلع فاصل زي ما انت عايز، ايه مشكلتك؟ ده اقل من ثانيه اهو. بص اللون يا شفيق، شايف؟ اقل من ثانيه، هنشوف بس شكله مش اكتر من كده، مش عايز اكتر من كده، اقل من ثواني. اهو مش اكتر من كده يا سيدي، شفت الشكل عامل ازاي؟ اهو. ومع اني انا كنت شايف كمان ان هي تتحط في الثلاجه اكتر من كده هتشد اكتر. هطلع ده طبعا على المناديل وياخد وقت وينشف شويه كده، يطلعه عادي، يطلع فاصل يا سيدي براحتك، اتفضل.
اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا مخلصين البطاطس، انا بطلع فاصل اكون مخلص البطاطس وخلصت خلاص، ما فيهاش صعوبه لان زي ما اتفقنا هي ما فيهاش تركيبه صعبه. الاكل النهارده والله يا جماعه اي حد في الدنيا يخش يعمله. بص شكل البطاطس بعد ما يتعمل الشفيه بعد اذنك، بص الجبنه جوه عامله ازاي سايحه، الموضوع في الانتكه خالص. طيب تعالى نعمل العصير المفيد الصحي اللي بنتكلم عنه، ما فيهوش اي حاجه. طبعا الافوكادو دي ثمره بتتجاب طبعا من السوبر ماركت او من عند الفكهاني او من عند الخضري، بتتباع في كل حته. هي افوكادو دي شكل الكمثرى بس خضره شويه، بتتقشر وبتشال منها البذره من النص وبتقطع اي تقطيع بنحبها. هو دايما كمان دايما الثمره دي بالذات بتتاكل مع انواع سمك كتير جدا، وبتطلع مع انواع سلطات كتير جدا، وعصائر لوحدها تتباع كمان في اي محل. يعني اي محل عصير ممكن تخش تقول له دلوقتي انا عاشق افوكادو بالجرجير هتلاقيه موجود في اي حته. هو طبعا كويس جدا وبسيطه في تقشيرها. طيب هجيب عندي كوبايتين من الكيوي، حلو الكلام، وكوبايتين من البرتقال الفريش، حلو الكلام، وكمان عندي اللبن نص كوبايه مش هخليها كتير. وانا بصراحه ربنا هو موجود عسل او سكر في الموضوع، بس انا مش عايز اعمل كده، انا هعمل بشكل بسيط. واجيب عندي كمان الجزر وهضربه كويس قوي بالخلاط، الموضوع ما فيهوش حكايه يعني بالشكل دوت، ونضرب ونشوف الاخبار دي. انا مش عايز احط سكر ولا احط عسل، خليه كده بحلاوته يعني زي ما بيقولوا. تمام الضرب ضربه كويسه، خلينا نشوف. يا سلام، كل ده عشان افتح ده؟ ماشي. طيب تعال نطلع على طول كوبايه العصير، ننزل على طول عصير فريش مفيد وصحي. ودي كمان عايز كوبايه بس خليها تشرب انا بعد الفصل بعد الهواء. طيب دي كده خلاص طلعوا الكوبايتين دول. طبعا الكوبايه لو حركتكم شايفين واخدين بالكم طبعا اكيد من المقادير اللي فيها، ما فيهاش حاجه صعبه ولا فيها حاجه غريبه. يعني حتى الحاجه اللي غريبه شويه ممكن ما بنشتغلش بيها كتير هو الافوكادو وكلمنا عنه. طبعا العصاير في كل الاحوال مفيده ما فيهاش هزار، نهتم شويه بالعصاير الفريش. انا من رايي بقول كده دايما، الفريش احنا في البيت دايما طول عمرنا بنشربها او بناكلها في البيت. الجوافه بعد ما بناكلها ممكن تلاقي مثلا واحده مش مسكره فبتتساب بقيت الكيلو اللي جايبينه او 2 كيلو مش هرميهم اكيد، بقى جايب اقسمه من النص وبالمعلقه مطلع البذر وضربه في الخلاط مع حبه سكر وحبه لبن وزي الفل. الموز اول ما يسود بنعمل نفس التركيبه دي. كل العصاير احنا اتربينا على كده في البيت عندنا، والموضوع فيه صعوبه. مؤخرا بقى من كام حوالي 5 سنين مثلا او 4 سنين انتشر جامد جدا موضوع محلات العصاير الفواكه مش العصاير بس. يعني ايه عصاير بس؟ زمان كنا نشوف محل العصير هو اساس الموضوع عصير قصب، 2 الجزر، 3 الفخفخينه، 4 المانجا، ومتشكرين على كده بس. هم الاربع خمس انواع دول مش اكتر من كده. وتلاقي الجزر محطوط في ميه عشان خاطر يبدا يفرش في الخلاط او في العصاره بتاعه الجزر، والقصب بتتعصر واحنا واقفين، والمانجا متخزنه في جيركن. هو ده اللي كنا نعرفه. فكره العصاير المتمدنه شويه اللي بالمكسرات واللي بالشوكولاتات واللي باللبن واللي بالفواكه الفريش، في برقوق وفي كريزو وفي افوكادو وفي مش عارف عنب وفي بلح وفي كل ده، كله بقى موجود دلوقتي وبقى حلو. يعني حلو وصحي جدا، ما فيهوش اي خطوره ولا في اي صعوبه. على ما اظن كمان ده مفيد مش بس للاطفال، مفيد كمان للناس الكبيره، الشباب اللي بيطلعوا من الجيمات، الامهات اللي في البيت طبعا لما تكون فاضيه تخش تعمل الحاجات دي، فده حاجه صحيه جدا. دي كانت حلقتنا. الموضوع زي ما اتفقنا النهارده ما فيهوش صعوبه ولا في اي مشاكل. وبعتذر لكم اعتذار صغير كده، كان في مشكله شويه بس في التليفونات. فبكره ان شاء الله ميعادنا الخميس، هنعيش مع بعض طول الوقت ان شاء الله. اشوفكم بكره في حلقه جديده. السلام عليكم.